طاقتك برج الجدي لهذه القراءة العامة، أنت في وضع كسرة قلب وفي وضع حزن شديد، احتمال بأنك تعرضت لخيانة من علاقة ثلاثية، أو أنت كنت في علاقة ثلاثية والطرف الآخر قد استاء من هذا الوضع وابتعد عنك، وأنت الآن في حزن شديد لهذا الوضع، أو أنك تعاني من مرض في القلب. أنا أرى بأن أو أنت ترى بأن هذا الشخص أو هذا الحبيب قد ابتعد عنك، هو قد قطع معك الكلام وابتعد، وقد أخذ قرارا حاسما بالابتعاد عنك. فهذا الملك قراراته هي قرارات حاسمة. بالمناسبة هذا برج الحوت. أنت ترى الحبيب بأنه قد قطع معك بسبب احتمال بأن كما قلت بأنه كان هناك علاقة ثلاثية، وهذا الشخص قد قطع معك الكلام، ولكنه الآن هو حزين جدا ومكتئب وخائف، وكأنه يشعر بكأنه في سجن، لا يعرف كيف يخرج من هذه المشكلة التي وضع نفسه بها. هو احتمال بأنه قد قطع معك الكلام، ولكنه ممكن أن يكون نادم على هذا الشيء، أو ممكن أن يشعر بأنه قد تسرع بالحكم عليك بهذه الطريقة، وأنه يشعر بالاكتئاب والحزن والخوف، ويريد أن يدافع عن نفسه بأي وسيلة، وأن يريد أن يجد حل لهذه المشكلة، لكنه لا يعرف كيف. هو يحمل حمل ثقيل على عاتقه. هذا الشخص جدا متعب، وعنده طاقة حب عالية تجاهك. هو يتواصل معك بالروح بطريقة كبيرة، أو أنه هو جدا منهمك جدا في أعماله، وهو حزين ومكتئب ووضعه النفسي غير مريح. هذا الشخص احتمال أن يكون هذا الشخص مريض أو متعب ومكتئب، مريض جسديا أو مريض نفسيا، وأنت في طاقة جدا صعبة. أنت في طاقة الثلاث سيوف، أنت كسرت قلب إلى النهاية. لا يصل الإنسان إلى طاقة كسرة القلب إلا بعد أن يعاني معاناة شديدة، ويصل إلى درجة عالية من الحب، ويشعر بأن كل شيء قد تحطم دفعة واحدة. ولكن هذا الحبيب عنده طاقة عالية تجاهك، وهو منهمك جدا في أعماله. احتمال بأن يكون هذه هناك طرف ثالث، ليس بالضرورة طرف شخص محب حبيب آخر، ولكن احتمال أن يكون طرف من أحد أفراد العائلة هو يمانع على هذا الارتباط، أو كما أرى هنا تظهر لي طاقة الإمبراطور، وهو احتمال أن يكون هذا السبب بوجع هذا الشخص واكتئابه، هو طرف ثالث من أحد من أقاربه أو من أهله. أنت في طاقة حزن كبير من جراء ما حدث. أنت تحب هذا الشخص لدرجة كبيرة، احتمال بأنك أنت تراه، احتمال أن تكون أنت رجل الذي يستمع إلي من برج الجدي، هذه الحبيبة مسيطرة على تفكيرك بشكل كبير، بشكل جنوني. أنت تحبها لدرجة غير طبيعية، وهي مسيطرة على تفكيرك. وإذا كنت أنت فتاة التي تستمعين إلي، فهو هذا الحبيب مسيطر على تفكيرك بدرجة عالية جدا. طاقة الحبيب هو في طاقة استقرار وثبات، وهو يسعى إلى تحقيق استقرار مادي طويل الأمد،
يسعى بخطى ثابتة وبطريقة بطيئة وجدية، ولكنه يريد أن يكون له أساس قوي مادي. هو يسعى، هذه الأبراج هي الأبراج الترابية، والأبراج الترابية تسعى دائما لاستقرار مادي واستقرار في المستقبل. وهذه الأبراج من الأبراج العاطفية. هذا يبدو لنا بأن هذا أنت مواليد برج الجدي، أنت عاطفي جدا وحنون ومحب جدا، وهذا الحبيب أيضا يحبك، وهو يريد معك علاقة ثابتة طويلة الأمد. ولكن هذا الحبيب بطيء لدرجة كبيرة، هو يريد أن يكون معك، ولكنه يفكر جيدا، يفكر كثيرا قبل أخذ أي خطوة، سواء كانت خطوة مادية أو خطوة عاطفية. هو جدا يفكر، يحسب الأمور بشتى الوسائل، هو لا يقوم بأي خطوة قبل دراسة أي شيء. وهذا الشيء ربما كان هو هذا الشيء يحزنك، فأنت بطاقة حب وعاطفة وبطاقة بطيئة، أنت تشعر بأنه هذا الحبيب قد تباعد عنك، فهو ينظر إلى مستقبله. كما نرى، هذا الحبيب قد أدار ظهره إلى الماضي وانفتح، هو ينظر إلى المستقبل، وأنت ما زلت متعلق بالماضي وبذكرياتك معه. لا أقول بأنه لا يحبك، لكنه يسعى في هذه الفترة إلى استقرار عملي. أرجو منكم أن لا تنظر إلى الأبراج، ربما لا تنطبق هذه الأبراج. الأبراج ليست بالأمر الضروري، لكن الطاقة أو الطاقة العامة لهذه القراءة هي التي تقرر مصير هذه القراءة. هناك أبراج مائية وأبراج ترابية بشكل كبير في هذه القراءة. ربما إحداكما من برج ترابي والآخر من برج مائي، أو العكس، أو الاثنان من نفس البرج. أنت تشعر بهذا، بأن الحبيب كما يظهر لي هنا، بأن الحبيب قد أدار ظهره للعلاقة ورحل، وأن الحب الذي بينكما انتهى وكل شيء انتهى، وأنه اختار تغييرات في حياته، غير عمل تغييرات جذرية في حياته واختار طريقا آخر. وهو ينظر كما يبدو في هذه الكرتين، هو ينظر إلى مستقبله. أنت هكذا تشعر، ولكن الحبيب، مشاعر الحبيب، هو يحبك جدا، وهو ما زال يفكر بك، وما زال يكون لك المشاعر الإعجاب الكبيرة. هو يشعر بك بأنك طيب القلب ولطيف وحبوب وكل الصفات الحلوة الطيبة، وإنسان عاطفي وروحاني، وكل الأشياء الحلوة التي يتمناها أي شخص فيك. أنت كريم ومعطاء ومحب، وهو يتمنى أن يكون معك. احتمال بأنه يسعى هذا الحبيب إلى استقرار مادي، وينظر إلى مستقبله. انظر إلى هذه العملة، نفس هذه العملة، هذا شاب فارس العملة، وهذا شاب العملة، وهذا احتمال بأنه يريد أن يحقق استقرار مادي، ولكن هذا الاستقرار يريد أن يقدمه لك. هو يريد أن يعمل استقرار مادي، احتمال بأنه يريد أن يتقدم لخطبتك أو للتقرب منك أو لإجراء علاقة معك ثابتة وراسخة كما نرى في هذا الكارت. فهو إنسان جاد في أفكاره وفي تصرفاته وفي أفعاله، ليس لا لا يتسلى، وهو يراك في قمة الطيبة والإخلاص والحب. هو يحبك جدا ويريد أن يقدم نواياه، أن يريد أن يقدم لك عرض بالحب وعرض صادق، فهو يكون لك مشاعر إعجاب كبيرة. ونواياه في هذه الفترة القادمة، هو يريد أن يحصل على الاستشفاء، فهو احتمال بأن في هذه الطاقة، احتمال بأن هذا الشخص جدا متعب، فهو يظهر لي هنا بأنه متعب جسديا وفكريا، هو جدا متعب. هو ربما يعمل أعمال كثيرة مرهقة ولكي يحصل على هذا الاستقرار المادي الذي يتمنى أن يكون فيه، لكي يأتي إليك ويقدمه لك بكل ثبات وصدق.
هو يريد أن يحصل على الاستشفاء في هذه الفترة، وبالرغم من هذا كله هو يبدو أنه في هذه الفترة احتمال بأنه يكون مبتعد عنك قليلا، لكنه ليس مبتعد بقصد أنه لا يحبك أو لا يريدك، بل بالعكس هو يريد أن يحقق هذا الاستقرار ليعود إليك مسرعا، وهو ما زال يفكر بك. هو في أثناء لحظات راحته وهدوئه هو يفكر بالماضي الذي بينكما، لكنه يريد أن يأخذ قسط من الراحة لأنه متعب جدا. نتيجة هذه العلاقة أو مصير هذه العلاقة في الفترة القادمة، هو سيعبر لك، هو هذا الشخص لا يعبر، هذا الملك لا يعبر عن مشاعره بشكل كلام واضح وصريح، لكنه هذا الشخص إنسان جدا عاطفي، ملك المشاعر والأحاسيس، هو يحبك لدرجة عالية لا تتخيلها. أنت تشعر بكثرة القلب وأنت حزين جدا وتشعر بأنه متباعد عنك، ولكنه بالعكس هو متباعد عنك لهدف ما في باله، هو الاستقرار والعودة إليك، ويكون لك مشاعر عالية، وهو يريد أن يرتبط بك. وهذا الملك يرتبط، هذا الملك هو إنسان صادق بمشاعره وأحاسيسه، هو إنسان عقلاني، لا يخطو أي خطوة إلى أي شخص إلا بعد تفكير عميق وجاد، وإذا أتى إليك يكون بالفعل قد حصل على الاستقرار أو التفكير الجاد العقلاني الذي يريده، أن يكون ارتباط عقلي وروحي، هو يحبك بحب، حبا بقلبه وعقله، هو يحبك ويريد أن يكون معك بقلبه وعقله، لا يريد أن يأتي إليك وهو ربما غير ثابت ماديا، هو يريد أن الاستقرار المادي في البداية والرجوع إليك. نصيحتك لهذه القراءة، تقول لك هذه القراءة ربما هناك حساد، لأن يظهر لي في هذه البطاقات ورقة الموت وورقة القمر وهناك ورقة الشيطان وورقة كسرة القلب، وهذه تدل أيضا جميعها على أن هناك احتمال بأن هناك حسد أو غيرة أو من أحد الأشخاص القريبين منك أو من هذا أو منك أو من هذا الشخص، ربما تكون منك، ربما يكون أو من طرف الشخص الآخر، من طرف الحبيب، ربما أحد الأشخاص يحاول أن يؤثر عليكما، وأنت طيب القلب، أنت في هذه الكروت جميعا، أنت تظهر مشاعرك بشكل صادق وأنت إنسان طيب القلب ولا تخبئ شيئا، تتكلم لكل الأشخاص عن كل شيء يكون في بالك. تقول لك هذه البطاقة، اصمت قليلا واخفي مشاعرك عن الآخرين، ولا تظهر بأسرارك، ولا تبوح بأسرارك لمن لا تثق بهم، ولا تظهر مشاعرك أيضا إلا بالوقت المناسب، ولا إلا لهذا الشخص، اخفي مشاعرك في الوقت الحاضر، وحاول أن تخرج من الاكتئاب الذي أنت فيه في هذه الفترة، فهذا يؤثر عليك نفسيا، اخرج من هذا الاكتئاب.